السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة عالم عواطف. كنتمنى يلقاكم الفيديو بأحسن الأحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم فطائر اللي كيجيو رائعين بزاف، كيجيو خفاف ومرقين بمكونات جد بسيطة والطريقة سهلة بزاف. إن شاء الله تجربوهم وينالوا الإعجاب ديالكم. وندوزو دابا باش نشوفوا المكونات والطريقة ديال التحضير. بالنسبه للمكونات ديال العجين فغادي نحتاجو 100 ملي ديال الحليب دافئ و100 ملي ديال الماء دافئ. انا هنا باش ربحت الوقت سخنت غير الماء، فدرت 100 ملي ديال الماء اللي سخون وضفت 100 ملي ديال الحليب اللي كان عندي بارد. ضفت ايضا ملعقه كبيره ديال خميره الخبز او الخميره الفوريه وجوج ملاعق كبيرة ديال السكر حبيبات. بالنسبة للكمية ديال السكر فكتبقى على حسب الذوق، بغيتو ديرو ملعقة جوج او لا حتى ثلاثة، غادي تبقى على حسب النسبة ديال الحلاوة كيفاش بغيتوهم، بغيتوهم حلوين ولا لا. وضفت ربع كأس من الزيت وخديت بيضة واحدة، فصلت البياض عن الصفار، البياض ديالها ضفته للخليط والصفار غادي نحتفظ به حتى لاخر المرحله باش ندهن به الفطائر. كنخلط هاد المكونات مزيان وهنا غادي نبدا كنضيف الدقيق الابيض. ضفت هنا القليل ديال الدقيق، غادي نخلط وغادي نضيف ملعقه صغيره اللي ممسوحه من الملح. صافي، وغادي نكمل كنضيف الكميه ديال الدقيق. فانا هنا عندي بالضبط 400 غرام ديال الدقيق الابيض، كنبقى هكا كنضيف تدريجيا حتى غادي تشكل عندي العجين. فانا خدت ليا بالضبط 400 غرام، وانتم غادي تشوفوا على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. حتى الا ضفتوا 400 غرام ديال الدقيق كامله وجاتكم العجين شويه قاصحه، رجعوا هكا زيدوا فيها شويه ديال الماء او شويه ديال الحليب، لان العجين القوام ديالها خاصو يبقى كيلتصق في اليدين. هذه شي حاجه مهمه باش يجيونا الفطائر ديالنا خفاف ورطبين. هذا هو القوام ديال العجين، كيف ما كتشوفوا كيبقى هكا كيلتصق في اليدين. هنا كنخدم هكا العجين شويه بايدي باش كنتاكد ان جميع المكونات هكا منسجمه. وغادي ناخذ بول اللي غادي ندهنها بالقليل من الزيت وغادي نحط فيها العجين وندهن ليها الوجه ديالها بشويه ديال الزيت ونغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى كتخمر ويتضاعف الحجم ديالها. بالنسبه للمده فغادي يبقى على حسب الجو، نتوما حتى تبان لكم بانها خمرات مزيان. هنا العجين عندي صافي خمرات، فغادي نحتاج 50 غرام ديال الزبده اللي تكون بدرجه حراره الغرفه، ما خصهاش تكون بارده وما خصناش نذوبوها، خصها هكا تكون رطبه تكون كريميه، فنجبدوها من قبل ونخليوها كتاخذ الدرجه ديال الحراره ديال المطبخ. هنا غادي ندهن سطح العمل بالقليل من الزيت، غير القليل فقط، باش هكا ملي نبسط العجين نتفادى انها تلصق. ونحط العجين ديالي بهذا الشكل، هنا ما فرغتش منها الهواء اللي تشكل فيها. انا هنا ملي غادي نبدا هكا نبسط فيها راه غادي يتفرغ، ونبسطها بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا بشكل طولي، ما نرققهاش بزاف وفي نفس الوقت ما نخليهاش غليظه. وغادي ناخذ الزبده وغادي نوزعها فوق العجين بهذا الشكل هذا، غادي ندهن الوجه كامل بالزبده. كنأكد ان الزبده باش تعطينا نتيجه زوينه خاصها تكون بدرجه حراره الغرفه، تكون هكا كريميه، نخدموها هكا غير بايدنا نوزعوها. ملي وزعتها هكا على الوجه كامل غادي نطويها بحال هكا، بحال الا غادي نطوي شي مسمنه، ونجيب الطرف الاخر هكا، وحتى هاد الجهه غادي ندهنها. فالكميه اللي بقات عندي هكا من ديال الزبده غادي نديرها في هنايا على هاد الوجه هذا. فخدت ليا بالضبط 50 غرام ديال الزبده. وغادي نطوي دابا
على هذه الطريقه هذه. صافي هنايا غادي نبدا كنبسطها. الى هنايا جاتكم العجين ديالكم حسيتوا بها شويه قاصحه باش تبسط لكم، خليوها ترتاح واحد 3 ديال الدقائق عاد هكا بسطوها. اما الى درتوا العجين هكا كيف ما شفتوا معايا القوام ديالو فغادي تبسطوه مباشره، لان هكا العجين كتكون رطبه كتمشي معاكم بكل سهوله. هنا بسطتها بهذا الشكل هذا على شكل طولي وما كنرقوهاش، كيجي هكا السمك ديالها متوسط. وغادي ناخذ هكا القطعه ديال البيتزا وغادي نقطعها الاشرطه بهذا الشكل. انا درتها على 6 ديال الاشرطه. وهنا غادي نبدا كنشكل الفطائر، كناخذ هكا شريط وكنبدا كنلوي هكا بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نديرها على شكل دائري والاطراف غادي نحاول بحال غادي نعقدهم بحال هكا. وتنكمل بهذه الطريقه هذه حتى كنسالي جميع الفطائر اللي عندي هكا كنشكلهم. كل وحده كنشكلها كنديرها مباشره في الصفيحه ديال الفرن اللي فرشت فيها الورق. الا ما كانش متوفر عندنا الورق ندهنوا الصفيحه بالزيت. هنا ملي شكلتهم فغادي نغطيهم وغادي نخليهم حتى كيخمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. بالنسبه للمده ديال الاختمار المره الثانيه ما كتاخذش مده طويله، على الاغلب 15 دقيقه كنلقاهم صافي خمروا وتضاعف الحجم ديالهم. من بعد غادي ناخذ الصفار ديال البيضه اللي كنت احتفظت به في الاول وغادي نزيد نضيف عليه ملعقه كبيره من الحليب وغادي ندهن به الوجه ديال الفطائر. من بعد غادي يبقى لكم الاختيار انكم ترشوا لهم في الوجه ديالهم السمسم او بافو. انا فضلت انني غادي نرش غير البلاصه اللي كنت درت فيها ديك العقده باش سديتهم صافي. وغادي ندخلهم باش غادي يطيبوا. بالنسبه للطريقه ديال الطياب فانا عندي فرن كهربائي كنشعلو على 180 درجه من الفوق لتحت بجوج في نفس الوقت، وملي كندخل الصفيحه للفرن فكنقص كنزيد كنقص درجة الحرارة، ما كنخليهاش في 180، كنديرها اقل باش هكا كيطيبوا على خاطرهم وكيجيونا هكا طايبين من الداخل وخفاف، وفي نفس الوقت كيتحمروا من الفوق لتحت بجوج في نفس الوقت. وكنخرجهم وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي. وملي كيطيبو كنخرجهم من الفران فكيجي الشكل ديالهم بحال هكا، كيجيو رائعين بزاف الا درتوهم هكا حلوين اولا بكميه اقل ديال السكر. الا درتوهم كميه اقل ديال السكر كيبقى لكم الاختيار انكم تفتحوهم دهنوهم بالمربى هكا العسل او الشوكولا، والا درتوهم حلوين تقدروا هكا تناولوهم حتى هكا كيجيو اكثر من رائعين، خفاف بزاف ومرقين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. بغيتوا تحضروا حتى كميه اكثر فضاعفوا المقادير اللي حضرت انا، فكيف ما شفتوا انا درت غير 6 ديال الحبات هكا، بغيتوا كميه اكثر ضاعفوا المقادير. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وان شاء الله نتلاقاو في وصفات اخرى.